الى تحليل اسباب هذه التنميه المعطله، وزي ما قال بيرد ده الى سمات خاصه لنمط الانتاج الراسمالي في منطقتنا، تشوهات خاصه لهذا النمط، لانه هذه التشوهات مرتبطه في جانب مهم منها بمساله النفط وبلعنه النفط كما اسماها، فبينطلق من ده علشان، ولان طبعا النفط سلعه استراتيجيه وجوهريه في الاقتصاد العالمي، فبينطلق الى تحليل القوى الاقليميه والعالميه اللي اسهمت في صياغه هذا النمط المشوه من التطور الراسمالي، خاصه في السنوات العقود الاربعه الاخيره. وده كده الفصول الثلاثه الاوائل دي هي في الحقيقه اللي هي حوالي نصف الكتاب، ممكن نقول ان هي الخلفيه العميقه للعمليه الثوريه. الفصول الثلاثه الاخرى هي تحليل بقى للعمليه الثوريه نفسها، بدءا بالقوى الفاعله، القوى الفاعله المختلفه في الحراك الثوري في البلدان المختلفه، وتحديدا يعني الحركه العماليه والقوى الشبابيه، وايضا في تحليل متميز جدا الحقيقه لمساله دور التكنولوجيا، الاتصالات وسائل التواصل الاجتماعي والفيسبوك وما الى ذلك، اللي هي طبعا لعبت دور مهم، لكن في نفس الوقت بيقدم لنا تحليل جيد جدا يعني يبعدنا عن الوقوع في ما يمكن ان نسميه يعني تشيع التكنولوجيا. يعني في التحليل الاخير دي وسائل وليست يعني هي القوى الفاعله الاساسيه. وبما اننا في صيروره ثوريه طويله الامد ومعقده، وبطبيعه الحال المد الثوري بيتواكب معاه مد مضاد للثوره من جانب المصالح يعني الداخليه والاقليميه والعالميه اللي الثورات دي بتهددها، فبالتالي بيتناول محاولات احتواء الثورات دي. قبل محاولات الاحتواء دي في الحقيقه تحليل الاحداث بقى الثوريه نفسها، وده مقسم بحسب البلدان ومتميز جدا. وبما انه كتاب يعني جيلبير انتهى قبل شهور من صياغه الكتاب، ففي تركيز في هذا السرد للاحداث، خصوصا القسم الخاص بسوريا الحقيقه متميز جدا يعني. وبينتهي الكتاب بقى بما اننا مره اخرى في ازاء صيروره ثوريه طويله الامد باستشراف المستقبل والتطلع لطبيعه القوى وطبيعه الشروط الكفيله بانتصار هذا المد الثوري، انه زي ما قال جيلبير اذا كان الانفجار الثوري نفسه كان حتمي بالنظر للتناقضات اللي شرحها جيدا الان وبشكل طبعا اكثر تفصيلا في الكتاب، فانتصار هذا الانفجار الثوري ليس حتميا على الاطلاق، ويتعلق بشروط ذاتيه كثيره. وبالمعنى ده الكتاب الحقيقه تدخل عميق في العمليه الثوريه دي من منظور يساري ثوري. هطرح بعض الاسئله اللي بالنسبه لي انا شخصيا ما عنديش اجابات عنها، واعتقد ان الكتاب فيه الكثير من هذه الاجابات، لكن لاننا تحديدا واعيين لنا هذا الشرط الذاتي يعني، واحنا بنتكلم من منظور يساري ثوري بيتطلع لتغيير عميق في موازين القوى السياسيه ايضا في المنطقه عشان المد الثوري ده ينتصر، فمن المهم نكون مدركين انه ليست هناك اجابات نهائيه، وان احنا في يعني غمار النضال الجاري مهم ان احنا نطرح الاسئله العميقه اللي الكتاب بيوصلها. فانا هكتفي علشان ما اخدش وقت كثير بطرح بعض الاسئله عن الخيط الناظم للكتاب، العلاقه بين هذا الثالوث يعني التنميه المعاقه، نمط الانتاج المشوه، العمليه الثوريه. طبعا جيلبير افاق في بيان استخدامه المنهج الماركسي، منهج الماديه التاريخيه، في فهم العلاقه بين التناقض ده بين القوى المنتجه وعلاقات الانتاج. الملحوظه الاولى بالنسبه لي وهي ايضا سؤال، هي انه هذا التناقض ممكن ياخد اشكال مختلفه. في الوجه العام يعني في المجتمعات السابقه على الراسماليه كان الغالب هو انه العلاقات الانتاجيه القائمه بتعيق، بتمنع، بتحول دون تطور القوى المنتجه. في الراسماليه وبحكم ديناميكيه الراسماليه وانها قائمه على التنافس والعوامل العديده، ليس بالضروره
الشكل اللي بياخده التناقض ده ليس بالضروره خصوصا في الراسماليه المتقدمه يعني في المراكز الراسماليه هو اعاقه التنميه، بمعنى انه علاقات الانتاج الراسماليه في الحقيقه هي بتفرز ممكن يعني طبعا تاريخ الراسماليه 200 سنه الاخيره نقله نوعيه وتطور رهيب في حجم القوى المنتجه، لكن هذا التطور يعني في تناقضات، في ظلم اجتماعي رهيب قائم على الاستغلال، قائم على نوع معين من التوحش الراسمالي اللي بيؤدي الى انه قوى الانتاج بتتحول الى قوى تدمير سواء بشكل مباشر مع معدلات الانفاق العاليه جدا على السلاح او باشكال اخرى غير مباشره وتشويه البيئه وما الى ذلك، الى جانب طبعا تعميق البؤس الانساني والتناقضات الصارخه الطبقيه وايضا بين البلدان يعني بلدان الامبرياليه وبلدان الجنوب. السؤال الجوهري طبعا جيلبير افاض في انه خصوصيه التشوه عندنا خلقت واعتقد ان هو محق والارقام لا تكذب يعني خلقت فعلا ازمه تنميه مزمنه. السؤال الجوهري بالنسبه لي هو ايه العلاقه بين يعني هل احنا لو عندنا لو يعني هل احنا اقرب الى انه بحكم ان عندنا راسماليه مشوهه وانه زي ما هو يعني يمكن ما قالش دلوقتي لكن في الكتاب في تحليل عميق مثل ده راسماليه بتفتقر الى العقلانيه الحساب الاقتصادي بحكم يعني اشكال الاستبداد العتيق اللي هو يعني ابدا لمحه عنها النهارده. فهل معنى ذلك ان احنا موضوعيا هذا الانفجار الثوري الهدف منه والافق على الاقل يعني في مدى منظور هو تحرير القوى المنتجه بمعنى خلق يعني تنميه راسماليه حقيقيه في مقابل هذه التنميه الزائفه، ام اننا بصدد صيروره زي ما جيلبير بيسميها عمليه ثوريه هي ايضا جزء من ثوره على نمط الانتاج الراسمالي ككل في ظل الازمه العالميه المقتدمه الان. ده بالنسبه لي سؤال جوهري بيرتبط ارتباط وثيق بنقطه ثانيه، لايه بقى العلاقه بين نمط الانتاج المشوه ده عندنا والراسماليه عموما. جيلبير في الكتاب بيركز في الحقيقه تركيز كبير على السنوات الاربعين الاخيره اللي هي شهدت ترسخ هذا الشكل المشوه من التطور الراسمالي. في تقديري انه ليس من الصدفه على الرغم من اني اتفق معاه جدا في انه في خصوصيه فعلا للازمه في المنطقه، لكن تقديري ايضا انه في علاقه وثيقه بين هذا التشوه اللي هو افاض فيه في الكتاب وبين تبني المنطقه للسياسات النيوليبراليه، بمعنى اننا ربما لسنا ازاء مجرد يعني اعاده انتاج شيء عتيق يعني وعايزين نتخلص منه، انما انه الاشكال العتيقه دي نفسها وثيقه الصله بالسياسات السائده في الراسماليه العالميه. وهنا انا هاشير لنقطه بس الكتب ما الى حد كبير، لكن انا بعتقد انه مساله يعني ايه اللي هو تمفصل كده بين الراسماليه العالميه وبين خصوصيات المنطقه دي محتاجه نقاش اكثر. يعني هدي مثل واحد عشان ابقى ملموس اكثر شويه، الخليج. يعني طبعا الخليج هو بؤره هذا الشكل الريعي التطور الراسمالي، الدول اللي هي الكرتونيه والراسماليه الطفيليه وما الى ذلك. جميل، ولكن في نفس الوقت هذا الخليج في الحقيقه مندمج اندماج وثيق جدا في الراسماليه العالميه. هناك يعني بيحضرني كتاب صدر من حوالي سنه او اكثر قليلا لباحث متميز هو زميل لجيلبير في معهد سواس ايضا ادم حنيه عن طبيعه الراسماليه الخليجيه، و يعني مش عايز اخش في تفاصيله، بس هو بيقول انه على الرغم من كل السمات الرجعيه والمتخلفه لهذه الراسماليه يعني الا انها في الحقيقه حققت في العقود الاخيره تراكم راسمالي مهم، وطبعا وثيق الصله بالنفط لكن كمان تجاوز النفط، لكن كمان في اندماج وثيق جدا بالراسماليه العالميه في حالتها الحاليه وسياده الراسماليه الماليه وما الى ذلك.
هختتم بسؤال اخير يعني عشان افتح باب للنقاش حوالين موضوع الافاق وعلاقه التغيير الجذري المنشود ده بمساله الديمقراطيه. وطبعا جيلبير افاض فيها في الكتاب بشكل ما كانش عنده وقت يتكلم فيه دلوقتي. ومن ناحيه ثانيه بعلاقه ده بافاق الثوره العالميه في ظل ازمه محتدمه للراسماليه العالميه. الحقيقه يعني انا بعتقد ان طبعا احنا هنا يعني في نقاش ثوري وبين ثوريين. اعتقد انه من ضمن العيوب اللي ممكن يقع فيها الثوريين ان احنا نقع في فخ الخلط بين الاصلاحيه والاصلاح. احنا كثوريين ضد الاصلاحيه بمعنى المنظور الذي يرى يعني انه ممكن تجاوز مشكلات العميقه للراسماليه بطريقه اصلاحيه وتدريجيه. فاحنا ضد هذا المنظور، لكن مش معنى ذلك احنا ضد الاصلاح. الثوريين هم يجب ان يقنعوا الجماهير بانهم افضل من ينتزع الاصلاحات. من ضمن الاصلاحات دي مساله التنميه اللي الكتاب بيديلها اهميه كبرى، ومن ضمنها ايضا قضيه التحول الديمقراطي في بلدان بتتسم باستبداد كبير. والحقيقه جيلبير في الفصل الاخير من كتابه بيبين، واعتقد دي نقطه محتاجين نركز عليها، انه الديمقراطيه حتى الديمقراطيه اللي بنسميها بورجوازيه هي في الحقيقه نتاج للنضال من اسفل، ما هياش وثيقه الصله بالراسماليه كده من شكل خلقي يعني، هي نتاج فعلا للنضال من اسفل، لعبت فيه الطبقه العامله والحركه العماليه دور جوهري. النقطه الاخيره هنا هي انه احنا في الحقيقه حتى لو كانت الازمه الخاصه اللي ولدت هذا الانفجار الثوري في المنطقه ليها خصوصيتها ومزمنه بطريقه اكثر من بقيه اماكن العالم الثالث بلدان الجنوب، الا انه يبقى انه على صعيد السياسات احنا الحقيقه بعد الخمس سنوات من الازمه العالميه اللي انفجرت في 2007 2008 في ما هو سائد عالميا النهارده هو سياسات تقشف بتزداد تعمقا. سياسات التقشف دي انا لسه قاري دراسه قريبه رصديه جدا، سياسات التقشف دي بتتعمق النهارده. ومن المفارقات انه في السنتين 2012 وما فات من 2013 سياسات التقشف مش بس بتتعمق على الصعيد العالمي، بس الحقيقه منطقتنا وكثير من بلدانها بوجه خاص يعني شهدت احتدام اكبر لسياسات التقشف دي على الرغم من الحاله. وده الحقيقه ليس مجرد نتاج للثوره المضاده، هو ايضا نتاج للموضه السائده عالميا، وهي مش مجرد موضه فكريه، هي سياسات بتعكس مصالح كبرى. وفي تقديري انه لانه جيلبير بيقول لنا انه مفيش افق لانه الصيروره الثوريه العظيمه دي تنتصر من غير ما تغير الجذور الاجتماعيه الاقتصاديه العميقه اللي هي اصلا افرزتها، فالسؤال بيطرح نفسه هل نحن قادرون في هذه المنطقه على تجاوز النيوليبراليه من غير ما ده يكون وثيق الصله ب نضالات وتحولات ثورية على صعيد أوسع من المنطقة أم لا؟ فأنا هكتفي يعني بهذه الأسئلة، وهي يعني قليل من لا يعني كتاب حقيقة شديد العمق في جوانب كثيرة جدا تفصيلية، منها تحليل الإسلام السياسي، تحليل الطائفية القبلية، يعني في عناصر كثيرة أدعوكم فعلا لقراءة